اهلين اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. جات لكم مقطع جديد، مقطعنا اليوم يا حلوين هو كيف شلون حصلت على هذا السكين الجديد، سكين الكلب بيعرف اسمه القديم كان السمكه، وهذا راح نسميه القرش. اوكي، طبعا جبته انا من البث المباشر امبارح. اوكي، راح تشوفوه عن طريق البث المباشر، ان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسوا توصلونا هذا المقطع، حابب يوصل 10,000 لايك. اوكي، ولا تنسوا تعملوا مشاركات للمقطع يا حلوين، ان شاء الله يعجبكم. وبنترككم مع المقطع. عندنا هون الاكسم ويد، عنده دامج زائد 2، عنده الكم. ليتس جو. I'm so excited. I'm sweet city. Let's do a push up like that. Let's go. Push up. Yalla, let's go. Yalla. X and wait, is the weapon. Oh my god. Let's go, guys. Let's go. Okay. عنا اثنين دمج، عنا الكام، عنا موال كرتوش، عنا السباس الثاني. Okay. Let's go. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، ميلانجي لي كارت، ليتس جو. يا زلمة عندي هي المشكلة هي، يلا تك 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 تك. نعمل ريفريش خفيف ونظيف. يلا نبلش. اوكي. ليتس جو. نضرب على اليمين. اوكي. يلا. بطاقتين الحاضر. بطاقتين الحاضر. يلا باقي هو نضرب شباب، وين نضرب يا حبيبي؟ فوق تحت على اليسار يمين فوق تحت، وين نضرب؟ قولوا لي شباب، قولوا لي وين وين نضرب؟ tell me where. tell me guys. just another push up. شوي ضغط شباب، شوي ضغط، معلش نصايمين. يلا وعش، يلا مش الحال، يلا روح، يلا وين اضرب؟ في الوسط بالنص. يلا ليتس جو. وجانا الصناديق الاي كي ولا الشيت جيم. اوكي نعمل ريفرش. وين اضرب يا حلوين؟ بتاسف كثير لجودة الحدث هذا البتاع. وين اضرب؟ هات اشوف. ضربه مناسب، خلاص نص نص راح. خلينا نضرب شباب على اليسار فوق هالمرة، نجيب الزوايا، نضرب الزوايا، خلينا نحاول نجيب كل الزوايا شباب، زوايا يمين فوق تحت. الطلق هذا شو هذا؟ وات بون فورتشون رالات، شو هذا؟ ما اعرف والله. والله ما اعرف يا اخي. والله ما اعرف يا زلمة. والله ما اعرف يا زلمة. اوكي شباب، اوكي جايز. انذر بوش اب، نعمل بوش اب بيد واحدة. شوي ضغط بيت واحدة. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين في 10 11 100. نضرب هاي بيد اليسار نشوف، لأنه هيك حمية هاي، فهمتوا علي؟ بسم الله على الزاوية تحت. بليز بعدهم كلهم. شيت جن عطوني شيت جن يا زلمة، ليش ما عطوني سكسم ويت؟ يلا شباب كمان. اوكي شباب، عملت بوش اب على الايد اليسار مش الحال، عملت يسار على الايد اليسار مش الحال، اعطانا الشغله. خلونا ناخذ على اليمين هلا، شو رايكم؟ على اليمين هلا وقف ايد بحنا، شوفوا شايفين. يلا نحمي ايد واحده شباب مش الحال. يلا ليتس جو هالمره بايد اليمين، بس عم اضرب تحت على الزاويه، انا بحب اضرب الزوايا شباب، الزوايا الحاده على اليسار. شباب نحط السكين تبع ال اكس ام ويز واجيكم. جبته؟ انت جبته؟ يخرب بيت سنتك. اعطونا صناديق الام 4 جايز. باقينا ضربة على اليمين فوق تحت يسار، اعطوني فوق يمين تحت يسار، اب ان ذا رايت ان داون ان ذا ليفت اكوش. تيل مي جايز. وات يو ونت اي كليك.
زي ما احنا حجيك اخر شيء وبدك اخر ب 1500 جوهر تجيبه. يا زلمه بس يا زلمه ابوس روحك بس يا زلمه. طول بالك. يلا تجيبه. فوق اليمين وتحت يسار، على اليسار. قول بسم الله. يلا. يعني حاسس. يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه. اعطوني الكلب الكلب مو الثعلب، اعطوني الكلب يا زلمه، اعطوني الكلب. دخيل الله. شيكين. It's carnival in Thailand. Thank you. Thank you. Okay. Let's do it. Now, شباب بقينا. نعمل رفرش خفيف بتسرب كده الجودة. Okay, شباب باقي ثلاث ضربات. وين نضرب؟ Go. تحت. Down. أسفل. تحت. تحت. Like four. نضرب four. فوق. بسم الله. يا زلمه شو بتعمل فتول يا زلمه، والله العظيم شيء بزعج يا زلمه، والله حرام يا اخي، والله حرام يا زلمه. رمضان كريم يا زلمه، يعني اعطونا شيء ناخذ، ليش عم تخلونا حدا شافوني رقي يا زلمه؟ اعتشت باقي لنا زين شيء اربع خمس ساعات يا زلمه، والله حرام يا خلل يا زلمه. شو هذا يعني؟ يا الله والله حرام، والله حرام يا اخي، والله حرام. شيء مزعج يا زلمه. وين اضرب شباب؟ دق على تحت خلاص. الله الله ما بصدق الا كلام الله ولي بحبه الله يا عباس يا دباس، لا تخليني دام الناس. يلا ابو انت اعطيني منتي هدي ولا هدي بس ستياري. شوف يا زلمه، شوف يا زلمه، والله والله زباله يا زلمه، والله شيء زباله يا زلمه، شيء زباله، والله حرام يا اخي، والله حرام هيك يا اخي، والله حرام يا اخي، والله حرام يا اخي، والله اشتهيت شي مرة. ولك شباب اشتهيت شي مرة، سوني اروح البس وجهي شباب، سوني اروح البس وجهي. اشتهيت شي مرة، واشتهيت شي مرة يا زلمة اكبس على شغلة يطلع لي من اول البتاع. ليش هيك يا زلمة؟ ليش هيك؟ شو عامل انا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا كده شباب نشوفه. هذا هو، هذا هو السمكة، القرش، انه القرش، القرش الجديدة، القرش، القرش الجديد. New weapon guys. It's a new weapon. New weapon. قلت لك تحت. طيب شباب قولوا تحت قولوا فوق، والله ما بعرف يا زلمة. يلا الحمد لله. يلا يلا يلا. خلونا نروح نجربه شباب. خلونا نروح نجربه. خلونا نروح نجربه شباب. اوكي يا حلوين، هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم. حبيت اقول لكم شيء شيء كتير مهم. بالنسبة لهذا السلاح، عن جد سلاح كويس. اوكي تقدر تروح وتشوف على البث المباشر، الناس اللي شافتنا جربنا ببعضه، يعني بتجيب من على القرب تقريبا 38 بالدمج، 38 من 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 25 لتقريبا 38، هذا اللي طلع معي بساحه التدريبات. اوكي ثاني شيء، هذا السلاح الهيد شوتات فيه قويه جدا. امبارح بلشت دربتها على اللايف، عن جد السلاح هذا بيجيب هيد شوتات جميلة جدا. بس بالنسبة للشباب، بالنسبة للناس اللي عندهم هالسلاح، سلاح كمان حلو وكويس. اوكي سلاح كمان حلو وكويس، يعني الناس اللي ما تقضي عندها هذا دائم وعندها هالسلاح هذا، ما تقدر تشحن وتجيب هذا السلاح، معلش هذا كمان كويس حلو. اللي ما تقدر لا تجيبوه يا حلوين. اوكي وفي شيء كثير حلو ربحت، مثل ما انتم شفتوا بالمقطع اللي فات، ربحت خمس صناديق الشوتجان المعروف، راح افرجيكم اياه. الشوتجن يا حلوين، الشوتجن يا حلوين، ربحت الشوتجن هذا الدائم بخمس صناديق. ما قدرت اتصور ربحتهم بخمس صناديق. حلو، صار عندي هذا الشوتجن اللي يعتبر من افضل الشوتجنات. اوكي ما اعرف، اعطوني رايكم تحت اذا تعتقدون انه هذا هو افضل. الحمد لله كل شوتجنات فتحته هذا وقتها جبتها ايام زمان، كان في حدث صناديق شوتجن طلع لي صندوق واحد الحمد لله. اوكي بس بالنسبه لهذا عن جد كثير فرحت، يعتبر هذا الكل يقول وجربته عن جد شوت جان سريع كثير وكثير كويس. اوكي ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا حلوين. مثل ما اتفقنا فجرونا لايكات المشاركات لهذا المقطع، ولا تنسون بثوث مباشره يوميه على الفيسبوك تحت بالرابط راح يكون. وبس نشوفكم مقطع جديد. سلامات. مقطع جديد شباب راح يكون قبل ما نروح، قبل ما نغلق المقطع
رح يكون سولو سكواد قريبا نشوفه.